بعد كده الباقي اخبارنا. النادي الاهلي الفريق الاول لكره الطائره رجال بالنادي الاهلي هيخوض مواجهه مهمه اليوم الخميس كمان ساعتين الساعه 8 تقريبا، يعني هيلتقي مع نظيره فريق الزمالك في المباراه التي تجمع بين الفريقين في اول لقاء في نهائي بطوله كاس مصر. النهارده زي ما قلت لحضراتكم الساعه 8 هتقام على صاله اتحاد الشرطه، وطبعا استعد لها الاهلي بشكل قوي جدا. شهدت التدريبات الاخيره تركيز كبير على العديد من الفقرات الفنية والخططية في إطار تجهيز اللاعبين للمباراة. إن شاء الله تكون برضو في شهر إبريل بطولة كمان هي كاس مصر لكرة الفولي. نروح بعد كده للباسكت. الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي حقق الفوز الأول في بطولة أفريقيا للأندية بال، طبعا بي إي إل اللي هي بيقول عليها بال يعني، على حساب الفريق فيرو فيراو الموزمبيقي بنتيجة 92-74 في المباراة التي أقيمت مساء أمس على صالة الدكتور حسن مصطفى، وشهدت المباراة أداء مميز للاعبين خاصة في الرميات الثلاثية والدفاع تحت السلة. ونجح طبعا أجوستي بوش المدير الفني في تدوير المشاركة للاعبين بشكل إيجابي ساهم في تفوق الفريق والفوز بالمباراة. وطبعا قدم رجال السلة عرض قوي جدا في جميع فترات المباراة، و على مدار الأشواط كده يعني الشوط الأول انتهى 32-15 وانتهى الشوط الثاني 53-34 وفي الشوط الثالث انتهى 76-58 وفي آخر فترة في المباراة انتهت المباراة 92-74. أنا يعني البطولة دي تحديدا شكلها حلو قوي يا جماعة، شكلها رائع الحقيقة، كأن تحس ان تنظيم NBA فعلا يعني. بشكر طبعا كل القائمين على تنظيم البطولة. نروح بعد كده لأجوستي بوش المدير الفني للفريق. طبعا المدير الفني قال إن الفريق خاض مباراة صعبة أمام فيرو فيراو الموزمبيقي في مستهل مشواره الفريق في بطولة البال طبعا للأندية ماشي، مؤكد إن المنافسة كانت مميزة ولكن خبرات رجال سلة الأهلي حسمت المباراة. أوجستي قال كمان استطعنا السيطرة على مجريات اللعب وتسجيل عدد كبير من النقاط حتى حصلنا على المطلوب بتحقيق الفوز في أول المباريات في بطولة البال، وهذا أمر جيد واستكمل. سوف نغلق صفحة مباراة أمس سريعا، وهناك برنامج استشفائي للاعبين للمشاركة في المباراة من أجل تجهيز الجميع وإعادة والإعداد للمباراة القادمة في البطولة. وقال بقى طبعا في الآخر كده أشكر الجماهير التي تواجدت لمؤازرة الفريق في مباراة أمس، ونأمل في الحضور المستمر في المباريات القادمة في بطولة البال. طبعا جمهور الأهلي هم رقم واحد في البطولة في أي بطولة الأهلي بياخدها يعني. دلوقتي تعالوا نشوف بقى مع بعض نتائج الأهلي في الأسبوع الماضي في كل الألعاب، ونعرف هنلاعب مين في الأسبوع الجاي إن شاء الله. ونبدأ مع بعض من كرة اليد سيدات زي ما أنتوا شايفين معانا أهو. في نهائي كأس مصر الأهلي فاز 23-22 على الزمالك، ونهائي بطولة الدوري اللي كان لسه من دقايق خلصان قبل الهوا على طول 15-15 في أول ماتش، لسه ماتشين كمان. نروح لكرة السلة رجال، نهائي كأس مصر الأهلي 72 الزمالك 65، وبطولة أفريقيا للأندية البال نتيجة ماتش امبارح طبعا لسه كنا بنتكلم عنها 72-74 على بطل موزمبيق. كرة الطائرة سيدات الفوز على الزمالك طبعا لقاء نهائي الدوري 3-2، ونهائي بطولة الدوري 3-1 للأهلي. المباريات اللي جايه بقى ان شاء الله الاسبوع اللي جاي، الاهلي والزمالك تاني لقاءات نهائي كاس مصر في كره الطائره رجال النهارده الاولاني، ويوم 28/4 بكره على طول اللقاء الثاني. وعندنا 28/4 ايضا دوري كره السيدات كره اليد سيدات الاهلي والشمس نهائي ايضا، والاهلي وسبورتنج يوم 29/4 نهائي دوري كره اليد سيدات. وفي البطوله الافريقيه البال بقى عندنا ماتش ثاني مع سيتي اوليرز الاوغندي يوم 29/4. عندنا برضو الأهلي والزمالك يوم 1/5 لقاء نهائي كاس مصر لكرة الطائرة سيدات، ده اللقاء الأول. وبعدين عندنا يوم 2/5 برضو بقية الماتش، يعني هم ثلاث ماتشات هيتلعبوا إن شاء الله الأهلي يكسب ماتشين وما نحتاجش نلعب الثالث. الأهلي والزمالك تاني لقاءات نهائي كاس مصر. ويوم 2/5 أيضا في الأهلي وكيب تاون الجنوب أفريقي في بطولة البال، والسوبر لكرة السلة سيدات أول اللقاءات أيضا نصف نهائي الدوري الأهلي وسموحة يوم 2/5 أيضا. يعني نتمنى ان شاء الله الاهلي واصل في شهر ابريل وبدايه شهر 5 ان شاء الله، يعني الاسبوع ده يكون خير، ونحصد ايضا بطولات الاسبوع ده. وبطوله البال دي انا زي ما بقول لكم معجب بتنظيمها جدا، حاجه على اعلى مستوى من التصوير للشكل، الصاله نفسه حاجه عظيمه جدا جدا.